ولذلك في أوائل القرن العشرين ابتليت بلاد المسلمين بحملات تنصيرية هائلة، وكان من البلاد التي ابتليت بالحملات التبشيرية والتنصيرية مصر. تصوروا انه التبشير النصراني طمع في مصر، بلد الأزهر وبلد القرآن، يريد ان ينصر المسلمين، ان يبقى محمد واحمد وحسن وحسين وعبد الله وعبد الرحمن، يبقى جرد وحنة وبطرس، طمعوا في هذا ونشروا المبشرين في سائر القرى والمدن. في أوائل استعمار الغرب وقوة الغرب وهم مؤيدون بالعلم الغربي والمال الغربي والمكر الغربي والتخطيط والتنظيم الغربي، ذهبوا في البلاد ويذهب أحدهم إلى القرية ويحدث الناس عن المسيح وعن العذراء وعن الرسل وعن كذا وعن كذا، والناس قاعدين سامعين يظن أن الناس قد استجابوا له وتجاوبوا معه وآمنوا بدعوته، وإذا بأحد الحاضرين يقول وحدوه، الناس قالوا لا إله إلا الله كمن صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الله، الناس، فالرجل يظن انه خلاص يعني دعوته ذهبت هباء. في المثل يقول اللي يجمعه النمل في سنة يخدو الجمل في خفه. لا إذا هكذا ظلوا يعملون في مصر ولا يجدون من يستجيب لهم.